الحكايه تاع سوا ديزون انت وحمادي ساومتوا الجمعه اللي فاتت قبل ما تمشيو الكاميرون على الشاري بتاعكم، اش فما من صحيح من الغلط؟ اول حاجه الامور هذه ان شاء الله اجلناها للجمعه الجايه بعد نهار السبت نجم نجيك وين اي انا قلت لك نجم بعد نهار السبت الجاي ان شاء الله نجيك ونوضح الامور الكل وقدام الراي العام الكل وقدام المسؤولين اللي تكلموا ولا فما زاد من الاعلاميين اللي قال سمعت وانا بوظني ماذا بيا جمعه جايه بعد نهار السبت نهار الاحد يجيني ويقول لي راني سمعتك بوظني ظهر لي عيب كي نسمعوا ناس تحكي على امور كي هكا في ميديا عيب بالحق عيب على خاطر احنا وقت اللي مشينا للمنتخب اول حاجه شرف باش الواحد يتقمص زي المنتخب ثاني حاجه ما ماناش نتاع الشيء هذايا الواحد موش على لا 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 لا. بيان سيور مهما مش تكون السوم اللي باش الواحد ياخذها في ممكن هكا ما تضحيش انه الواحد باش يمر كاس العالم دونك كيما قلت لك ان شاء الله نخليوه للجمعه الجايه وعندنا برشا حديث كوب وتبدا تحكي عن ان شاء الله عندنا برشا حديث ما نحكيو يعيشك برشا